ملخص الأفكار الرئيسية للوحدة الخامسة الواردة في الكتاب المقرر من صاد 104 إلى صاد 126. تمت الإشارة في هذه المحاضرة إلى النظام الإداري في المؤسسات التعليمية والمدرسية، كما تمت الإشارة إلى نظام الإدارة التعليمية والمدرسية، وتمت الإشارة إلى 5 أهداف للإدارة التعليمية والمدرسية، والإشارة إلى أهمية الأهداف وإلى أهمية وضوحها، وأن وضوح الأهداف تؤدي إلى ولاء العاملين في المدرسة. خصائص الإدارة التعليمية، أشرنا إلى 7 خصائص للإدارة التعليمية تتمثل في ضرورتها الملحة وعلاقتها الواسعة بالمجتمع وتعدد وتعقد وظائفها وخصوصية العلاقات بين أفرادها وحاجتها للتأهيل التربوي المهني وصعوبة التحكم في مدخلات ومخرجات مؤسساتها، و7 خاصة هي التحكم النوعي. في نقطة العوامل المؤثرة في الإدارة التعليمية، تمت الإشارة إلى 4 عوامل رئيسية تؤثر في الإدارة التعليمية: العوامل الاجتماعية المتمثلة بالدين واللغة والقيم والعادات والتقاليد، العامل الثاني له علاقة بالعوامل السياسية، وقلنا إن الإدارة التعليمية يعني هي فرع من الإدارة العامة وهي أداة لتنفيذ السياسة العامة للدولة، وبالتالي تساهم الأيديولوجية السياسية في تحديد النظام التعليمي، وإن اختلاف التيارات السياسية في البلد الواحد يؤثر في الإدارة التعليمية بصورة مباشرة. العامل الثالث اللي هي العوامل الاقتصادية: الفقر وتقليص القبول في مؤسسات التعليم والعجز عن تسديد احتياجات التعليم وتوفير الكفاءات المؤهلة، بما ينعكس سلبا على التعليم، وبالعكس يعني العوامل الاقتصادية في حالة توفرها تحدث تأثيرا إيجابيا على التعليم. العامل الرابع هي العوامل الطبيعية والجغرافية، ففي كثير من البلدان تضع أنظمة التعليم في المدن تختلف عن أنظمة التعليم في القرى، وحتى نتيجة للتضرس يعني ممكن والتشتت السكاني وتباعد التجمعات السكانية بالإضافة إلى قساوة المناخ وكثرة الأمطار، ممكن يعني حتى تؤثر في سن القبول للطلاب في المرحلة الابتدائية. تمت الإشارة إلى أنماط النظام الإداري التعليمي بالإشارة إلى 3 أنظمة إدارية للتعليم: النظام الأول هو النظام المركزي، والنظام الثاني هو النظام اللامركزي، ونظام ثالث يجمع بين المركزية واللامركزية، وثمة الإشارة إلى مميزات وعيوب كل نظام من هذه الأنظمة، كما تمت الإشارة إلى العوامل المؤثرة في المركزية واللامركزية بالإشارة إلى 4 عوامل تؤثر في مفهوم النظام الإداري سواء كان مركزي أو لا مركزي. من هذه العوامل مفهوم الدولة السياسي وقدرات النظام الإداري، ثالث عامل هو طبيعة العمل وأساليبه المستخدمة، والعامل الرابع يتمثل بحجم المؤسسة. آخر موضوع أو آخر عنصر يتمثل بمقترحات تطوير نظام الإدارة التعليمية، وأشرنا إلى 5 مقترحات: المقترح الأول التوجه نحو الطابع اللامركزي، المقترح الثاني الحد من تضخم الهيكل التنظيمي واتساعه، المقترح الثالث له علاقة بكسر حدة هرمية التنظيم، والمقترح الرابع إعادة النظر في الوصف الوظيفي، والمقترح الخامس له علاقة بمعالجة التضخم الوظيفي، والعودة إلى الوحدة الخامسة في الكتاب المقرر كما أسلفنا من صاد 104 إلى 126، يعطي الكثير من الوضوح والكثير من التفاصيل لهذه العناصر الرئيسية.